بعد يوم من تسمية نفسه مسؤول قسم الشكاوى، رسالة ماسك للمشتكيين: صراخكم يطربني. وهيئة الموسيقى تبحث عن صوت السعودية على تيك توك. وتمثال لأنس جابر يثير الانتقادات. هذا تكريم أم تشويه؟ وتفاعلكم ينفرد بأول رد من النحات. أهلا بكم. طبعا لازم تكون لنا وقفة مع إيلون ماسك، فخلينا نشوف ايش جديد اليوم. فقبل ايام طلعت تقارير انه بعد شراء تويتر ناوي يفرض رسوم بقيمة 20 دولار في الشهر مقابل خدمات اضافية، ومن ضمنها الحفاظ على توثيق الحسابات لاصحاب الحسابات الموثقة. لكن امس في الليل تفاجأ العالم بهذه الصورة اللي غرد فيها ماسك وكتب عليها كل شيء مقابل 8 دولارات. يس، وحط معاها صورته بلبس الهالوين على فكرة كمان. ورجع بعدها نشر تغريدة ثانية قال فيها: نظام اللوردات والعمال هذا على تويتر بين اللي عندهم العلامة الزرقاء واللي ما عندهم، هذا كلام فاضي. وفي هذه التغريدة كشف قصده، فاتضح أنه خدمة تويتر بلو هذه اللي بتعطي خدمات إضافية ناوي ماسك يطرحها للكل مقابل 8 دولارات شهريا، مو 20 مثل ما أول اتنشر. ردود الفعل من أول على موضوع الدفع أصلا مقابل بقاء الحسابات موثقة كانت أصلا كبيرة يعني، وكان أثار جدل كبير، وناس كثير كمان أعلنت أنها مو مستعدة تدفع مقابل العلامة الزرقاء. وأبرزهم المؤلف الأمريكي الشهير ستيفن كينج اللي عنده حساب على تويتر من 9 سنوات وبيتابعه تقريبا 7 مليون، واللي كان غرد في الأول معترض على موضوع العشرين دولار، وقال أنه تويتر لازم يدفع له هو على تغريداته، مو هو اللي يدفع لتويتر. وماسك من جهته رد عليه وقال له: تويتر محتاج يدفع فواتيره، إيش رأيك بـ8 دولارات طيب؟ كأنه يعني بيحاول يفاصله على السعر. وعلشان يقنعه ماسك رجع غرد وقال أنه رح يشرح فكرته وراء الرسوم هذه بالتفصيل قبل تطبيقها، وقال أنه هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة الحسابات الوهمية البوتس. بس يعني لا تفكروا أنه أمام الرفض هذا مثلا ماسك متأثر يعني، لا. فمن بعد كل هذه الشكاوي والتغريدات والردود والملاسنات والناس اللي تبغى تدفع والناس اللي ما تبغى تدفع، ماسك رد بأنه مبسوط باللي جالس يصير، ووجه رسالة لكل اللي جالسين بيشتكوا وقال لهم: اشتكوا زي ما تبغوا، 8 يعني 8، وقال لهم: استمروا بالشكاوى ولكن راح تكلفكم 8 دولار. من أسبوعين تقريبا أو أكثر شوي أطلقت هيئة الموسيقى في السعودية مسابقة على تيك توك بالتعاون مع أنغامي اسمها صوت السعودية. المسابقة بتهدف لتعزيز حضور الموسيقى السعودية على منصة عالمية واستعراض مواهب شباب وشابات السعودية، وهي موجهة للسعوديين والمقيمين أيضا، وبتتضمن غنى وتلحين وعزف وغيرها من المواهب. أما الفرص المتاحة للفائزين فهي إنتاج أعمال وانتشارها في أنغامي والأداء في فعاليات هامة. وخلال أسبوعين بس من انطلاق المسابقة في أكثر من 20,000 موهبة شاركت، وأكثر من 2,800,000 تفاعل. هذا غير أن الهاشتاج صوت السعودية على تيك توك للآن عليه تقريبا 260 مليون مشاهدة، والفيديوهات حقيقة شيء يطرب. من يشبهك يا وداني، انت بشر غير عادي، فيك الجمال العجيب رهيب والله رهيب. وجيتني بخنجر يا ماني، طعنتني بالضمان.
لو جاي في رجوع انساني شوف لك موضوع تاني ارجع لي للي اذاني وعلي بي اسمع يا قلبي وانتبه اما بعد غيرك ما حد يشعر اذا الجرح مش على كثر السنين اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفتك ولا لحظة ولا شوي أبيك تذوق بعض اللي أذوقه أبيك تحس في قلبي وعروقه أبي قلبك يعاني ويتألم عسى قلبك يكفر عن ذنوبه أبيك تذوق بعض. وينضم إلينا سلطان البازع الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى والرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون. أهلا فيك معنا. خلينا نبتدي من يعني كثير مشاركات جاتكم، كيف لحد الآن شايفين المواهب والمشاركات؟ نبدأ بهذا الاتساع عبر هذه المنصة الجماهيرية اللي لها حضور كبير عند المواطنين السعوديين لنكتشف هذا الكم الكبير من المواهب. حقيقة كانت الأرقام متصاعدة بشكل كبير جدا من بدأت الإعلان عن المسابقة، والأرقام تزيد بشكل مستمر حتى وقفنا عند 20,000 مشاركة، اللي هم منهم سيتم اختيار 60 أفضل 60 مشارك سيدخلوا بالتصفيات النهائية. إيه طب بس إيش المعايير اللي أنتوا حاطينها وعلى أساسها حيتم عليها الاختيار؟ أولا يعني المعايير الأولى هي تصويت الجمهور، عدد اللايكات ممكن يحصل عليها أي مشارك، ثم ينتقلون إلى مرحلة 60 مشارك سيقدم كل منهم 3 فيديوهات، ستدخل مرحلة تحكيم أخرى يعني تعتمد على تصويت الجمهور وأيضا على تصويت لجنة محترفة لاختيار الأكثر قدرة على الأداء وعلى الأداء الاحترافي اللي هم سيصلون إلى 10 فائزين إن شاء الله. إيه والعشرة فائزين هذول حيكونوا متنوعين مو بس غنى، يعني عدد من المواهب. صحيح الأغاني أصلاً الكاتيجوري يعني التصنيف الأغاني في الأغنية السعودية والأغنية العربية والأغنية الجديدة أو الأجنبية أيضاً متاح والعزف على الآلات المختلفة. جميل. طيب والفائز حيكون عنده يعني اللي هو العقد مع أنغامي. صحيح الأنغام ستنتج لهم أعمال احترافية وأيضا سيتاح لهم فرصة كما ذكرتي أيضا أنه سيتاح لهم فرصة على المشاركة في أحداث موسيقية كبرى ستنظمها هيئة الموسيقى أو أي جهة أخرى تنظمها. جميل. نحن الآن أصلاً شايفين يعني في حرك كبير ما شاء الله، يعني أنتوا عاملين مثلاً هذه المسابقة، هيئة الترفيه بالتعاون مع MBC عاملين سعودي آيدل، يعني ممكن الواحد يقول أنه في بحث كثير عن المواهب السعودية. هل في أصلاً يعني زي ما بيقولوا أنه مثلاً في جيل شاب ما تم اكتشافه فأنتوا الآن بتسعوا بجد لاكتشافه؟ احنا نعتقد سارة انه من خلال اتاحة الفرصة للنشطين على وسائل التواصل الاجتماعي هذه قاعدة ضخمة جدا، يمكن بعضهم ما يتاح لهم الوصول الى المسابقات اللي تنظم في مختلف الجهات، لكن الان من منازلهم يستطيعوا ان يقدموا مواهبهم ويستطيعوا ان يصلوا. هذه لا شك انها يعني واحدة من المنصات، لكن أعتقد أنها أكبر وأهم منصة نظمت عليها مسابقة بهذا الحجم. إيه. مين اللجنة اللي أنتوا عاملينها عشان تختار؟ هل مثلاً يعني أساميهم يعني ممكن؟ يعني المفروض أنه ما يعلن عنها الآن. أوكي. لكن ستعلن يعني مؤكد لجنة من الموسيقيين المحترفين والمحترفين في إدارة المواهب.
أي طيب، نحن بنشكركم وإن شاء الله يعني حنكمل معكم تغطية للمسابقة ونشوف مين الفائزين في النهاية، ونحن نشكرك على هذه الجهود أيضا وهذه المشاركة. كان معنا الأستاذ سلطان البازعي، الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى والرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون. شكرا لك. أهلا من جديد. أنس جابر لاعبة تنس تونسية وعالمية، عمرها 27 سنة وهي المصنفة الثانية عالميا، وحققت السنة الماضية إنجازات وألقاب كبيرة وهي الأولى من نوعها لعربية. وعلى قد مزرعة الابتسامة على وجه التونسيين والعرب، البعض سماها وزيرة السعادة، وأمس كان عندها مباراة وخسرتها للأسف، لكن مو هذا السبب اللي خلاها ترند، ففي صور تم تداولها لتمثال منحوت أنس قلبت هذه الدنيا. فالصور اللي شايفينها أمامكم هذه انتشرت وقيل إنها لنحات اسمه عبد الله يونس، والناس صدمت وبدأت تسأل هي فين أنس أصلا وإيش هذا العمل غير المتقن، وإنها ما بتشبه أنس وطالعة كأنها عجوز. وحتى في ناس علقت بأكثر من كده وقالت هذا تشويه مو تكريم. تواصلنا مع النحات صاحبة التمثال وسألناه عن الجدل اللي صاير هذا وإيش رأيه فيه، وهذا كان رده. أنا يعني التمثال هذي عملته برؤية ذاتية بإمكانيات ذاتية، ثم حتى جهة اتفقت معايا باش نعمل لهم تمثال بالمواصفات الفلانية أو يعكس الشيء الفلاني، وكنت يعني نركز على أنس جابر الإنسان، موس أنس جابر البطل الذي ينتظر منه الجميع الانتصار وكأنه حصان سباق. أنا يعني ولهذا اخترت اللحظة هذه، وهي معناها في لحظة لقطة نفسها الصورة النموذج اللي اعتمدت عليها هي هذه، معناها متاع لقطة من مقابلة مصيرية بالنسبة لها، لأني ما فكرتش في أنس جابر معناها التي انتصرت وأصبحت بطلة، فكرت في أنس جابر التي صارعت من أجل أن تصبح بطل، وأول ما صارعته صارعت نفسها، صارعت ذاتها، وكان الصراع هذا مجسد. أنا شفته في ملامحها، كنت تفر في عظة فمها، في الغصرة متاعها، في عروقها اللي معناها المحنبين. هي أنا التصوير اللي اخترتها في الوضع هذا بالضبط تقريبا، وجسدت هذه بالعروق بالخزرة بالقحرة بالعينين، لأنه هذيك يعني اللحظة الإنسانية اللي أنا يعني أثرت فيها برشا وتفاعلت معها ياسر. والله هو عمل يعني قابل للنقد أكيد. أنا مثلا بعد ما كملته وأصبح نهائي اكتشفت فيه زوز غلطات، أنا عملت فيه زوز غلطات. بعد لصقت المضرب لقيت الرقار هاربة شوية، ما هيش تخزر في اتجاه الكور، هذا الخطأ الأولاني، الغلطة الأولانية. والغلطة الثانية هي أنه الشعر مشدود ملموم، الشعر كان من المفروض أنه يكون أقل حجما شوية منه من تالي وعادي، ونقيم روحي أنا عادي، وفي النهاية عمل بشري ويقبل. هني أنا قلت لك على أغلاط أنا فقت به مثلا. الفنان أخبرنا كمان أنه الصور المنتشرة ظالمة للتمثال، وأنه في الحقيقة شكله مو كده، وأنه الصور صورها بتليفونه المتواضع كما وصفوا، وهذا كان سبب ظهورها بشكل غير الحقيقة. عموما وإحنا في منزله كاميرا تفاعلكم صورت التمثال مثل ما شايفين الآن أمامكم.
تفاعل يمني كبير مع مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرامجه اللي بينشرها عبر منصاته الإلكترونية، ردود فعل إيجابية حظيت بها مشاريع البرنامج على تويتر، سواء من مواطنين يمنيين استفادوا من تلك المشاريع أو آخرين وصلتهم أصداءها. التعليقات والإشادة بمشاريع البرنامج جاءت من مؤثرين ومشاهير يمنيين، أيضا آخرهم الفنانة أروى اللي علقت على منشور لإحدى الفعاليات اللي أقامها البرنامج السعودي، واعتبرت أنه تلك المشاريع هي ما تحتاج اليمن بالفعل، وتفاعل مع تغريدتها السفير السعودي في اليمن محمد الجابر اللي قال أنه هذه المشاريع جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السعودية. ومشاهدين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بيستهدف المساهمة في تحسين حياة اليمنيين اقتصاديا وإغاثيا وسياسيا واجتماعيا وبيئيا أيضا، وأيضا قدر يعمل أو يعمل على بناء قدرات مؤسسات الدولة باليمن ولو مكاتب موزعة في أنحاء اليمن لإنشاء المشاريع التنموية. في زلة لسان التقطت للرئيس الأمريكي جو بايدن، فخلال خطاب في فلوريدا قبل أيام من الانتخابات النصفية، بايدن خلط الأحداث والحروب والبلاد كمان في بعض. Inflation is a worldwide problem right now because of a war in Iraq and the impact on oil and what Russia is doing. I mean, excuse me, the war in Ukraine. And thinking of Iraq because that's where my son died. زي ما سمعتوا بايدن يبغى يقول الحرب في أوكرانيا، قام قايل الحرب في العراق، وطبعا المقطع انتشر خصوصا بين الجمهوريين يعني اللي واقفين له على الوحدة. وترى خلط أوكرانيا والعراق مو النقطة الوحيدة في زلة بايدن هذه، فبايدن مثل ما سمعتوا برر لخبطته بأنه دايما بيفكر في العراق لأنه هناك مات ابنه، وهذه على فكرة مو أول مرة بايدن يتكلم عن موت ابنه في العراق. I say this as a father of a man who won the Bronze Star, the Conspicuous Service Medal, and lost his life in Iraq. Imagine the courage, the daring, and the genuine sacrifice they all made. ليه قلت موت ابنه في العراق بين علامات تنصيص؟ لأنه ببساطة ابن بايدن الراحل ما توفي في العراق، جوزيف بايدن أو بو بايدن زي ما كان معروف، هو أكبر أبناء الرئيس جو بايدن، وكان شارك في حرب العراق سنة 2008 لمدة سنة كعنصر من عناصر الحرس الوطني، لكنه رجع على أمريكا بعدها، وبعد سنوات أصيب بسرطان الدماغ وتوفي في 2015 عن 46 سنة، يعني ما توفي في العراق. قناة أو تي في اللبنانية من كم يوم كانت فاتحة تغطية لوقائع مغادرة ميشيل عون للقصر وتركوا كرسي الرئاسة خلاص بعد ما انتهت ولايته. وللعلم بس أو تي في هي قناة عون وجماعته، وخلال التغطية اللي عنوانها كان معك مكملين، البرنامج استضاف مستشار عون بيير رافول اللي سمته المذيعة أقرب المقربين لميشيل عون. وخلال اللقاء معه اللي مدته كان كده قريب الساعة يعني، مستشار عون روى قصة خلينا نوصفها بالغريبة، اسمعوها. كنا قاعدين بالبيت بالقصر، يعني كنا بالقصر، بيقوم بتسأل الست نادية أنه وينو الجنرال؟ فأنا برم عليها ما لقيناه. رحت أنا على المكتب ما لقيته، جيت أنا وجاي
بس بدي امر على المطبخ لقيت ورا البراد عم يبكي يعني مثل ما سمعت مستشار الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون بيتكلم عن مرة لقيوا فيها الرئيس فورة اللاجة في المطبخ بيبكي. يعني أسئلة كثيرة بتطرح صراحة، أبرزها يعني لو فهمنا ليه، يعني هو ليه بيبكي أصلا؟ أوكي حتى هذه إذا فهمناها، ليه بيبكي في المطبخ؟ ليه ورا الثلاجة؟ هل ما كان في أكل؟ لو فعلا صار هذا الموقف كله أنتوا شايفين أنه مناسب أنكم تحكوا هذه القصة؟ عموما هذه عينة من ردود اللبنانيين على القصة. لقيت ورا البراد عم يبكي. عمرك شفت شي باب عم يبكي؟ لقيت ورا البراد عم يبكي. عمرك شفت شي باب عم يبكي؟ ويبقى السؤال، ليش كان بيبكي ورا الثلاجة؟ مشاهدينا في أمان الله.